يهمني كمان كنت سمعت من يعني من الزملاء انك ليك تعليق على لوجو قناة النادي الأهلي او لوجو النادي الأهلي. Intanto voglio fare i miei complimenti في بداية الأمر يجب أن أهني الأهلي المصري لأنه فريق دولي وفريق عالمي، ليس فريق فقط معروف في مصر وأفريقيا. أقول لك وأنا مدير توتو سبورت أعرف الأهلي جيدا. الدوري المصري قد فاز به العديد من المرات، وتسع دوري أبطال أوروبا، وانتظر النهائي 17 يوليو في المغرب. لكن أنا معجب بشعار النادي الأهلي، شعار النادي الأهلي ونسر الأهلي يفكرني أو بنسر لاتسيو الفريق الثاني في روما. وعندما أشاهد نسر الأهلي أعتقد أن الإدارة كانت حكيمة في اختيار هذا اللوجو، ليست الإدارة الحالية أقصد، لكن من أنشأ النادي واختار له نسر الأهلي قد وفق في هذا الاختيار، لأن نسر الأهلي شيء لن تجده في العالم كثيرا غير في لاتسيو وبنفيكا. واعتقد ان الكره المصريه قدمت العديد من اللاعبين كمحمد صلاح وكوكا، وانا اشاهد واقدم التهاني لمحمد صلاح من خلال قناه النادي الاهلي، لان صلاح يقدم عمل كبير لمصر وهو فخر لمصر والمصريين. خافيير جاكوبيلي رئيس تحرير توتو سبورت، بشكرك على وجودك معانا على شاشه النادي الاهلي في السادسه، وكل الحقيقه يعني بنبارك لكم طبعا في ايطاليا على تحقيق المنتخب الايطالي لبطوله اليورو، وتبقى الكره الايطاليه ليها مكانه خاصه جدا في قلوب الجماهير المصريه.